أهلا بكم إلى حوار المساء. عام جديد بدأ، عام جديد يعلق عليه الشباب الخليجي آمالا عريضة لتحسن أوضاعهم ومنحهم فرصا أكثر في المجتمع للاستفادة من عطاءاتهم. ماذا قدمت لهم مشاريع دعم الشباب من أجل صقل قدراتهم ومن أجل دفع التنمية الاقتصادية في الخليج؟ ماذا يحمل عام 2014 من أحلام وفرص بالنسبة للشباب الخليجي؟ إذن أمنيات وتوقعات الشباب الخليجي في عام 2014 سيكون محور حوارنا لهذا المساء. نرحب بضيوفنا في حوار المساء لهذه الليلة. معنا في الاستوديو المستشار الثقافي ومؤسس موقع اسأل علي، علي آل سلوم. مساء الخير علي. وأيضا من دبي عضو هيئة تدريس في جامعة الإمارات الدكتور سيف الشعالي. مساء الخير دكتور سيف. وأيضا من الرياض نائب رئيس جريدة الجزيرة السيد فهد العجنان. مساء الخير سيد فهد. إذن أرحب بضيوفي وأبدأ معك سيد علي. يعني عام 2013 عام ينتهي بالكثير من الأزمات والنزاعات، البعض يعني علق ساخرا أنه يجب على رأي المصريين يعني تكسر جرة بعد انتهاء هذا العام، لكن كيف نظر الشباب الخليجي وعن اهتمامات الشباب الخليجي خلال العام الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نبارك الجميع، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. أنا إنسان متفائل جدا ودائما أرى بأن كل سنة تأتي علينا دائما لازم يكون في طموح، يكون في تأملات كبيرة. الشباب الخليجي طبعا في كل منطقة قد يكون له رأي مختلف، ولكن هنالك ثوابت، الثوابت هذه بأن يتطلع بأن تستقر المنطقة العربية بكل مشاكلها اللي كانت تحدث في الآونة الأخيرة من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، وعلى الصعيد الشبابي لابد أن هناك يكون في مخرجات تعليم صحيحة تتواكب مع المستقبل التي يعني تعيشه المنطقة. ازدهار كبير في كل دولة خليجية وفي كل دولة عربية إذا رأينا دون الجانب السياسي الذي حدث في الآونة الأخيرة، لكن هل هناك إيمان وثقة بأن فعلا المستقبل راح يكون مشرق؟ هنا تأتي بعض التخوفات، لذلك تجد كثير من نسبة الشباب الموجودين في المنطقة يتجهون بأي طريقة حتى يفجروا طاقاتهم بطريقة يعني بشكل أو بشكل آخر. أرى دائما بأن في الآونة الأخيرة خاصة الكل بدأ يدخل في موضوع السياسة، والكل بدأ يعني يأخذ له رأي معين في الجانب السياسي، فطغى هذا الأمر على أغلبية الشباب خاصة مع تواجد المواقع الاجتماعية. ولكن في دائما النظره الايجابيه اللي نراها في يعني اذا اخذنا على سبيل المثال امثله معينه، تجربه الامارات في مساله اعطاء ومنح الشباب حريه التفكير والابداع، دخولهم في اكثر من مجال معين، هذا امر ايجابي. من الجانب اللي انا اهتم فيه كثيرا في التبادل الثقافي والتواصل الحضاري، اجد بان منطقه الخليج وشبابها قد يكون نوعا ما مقصر، وفي نفس الوقت ليس هناك مسانده كبيره من جميع الحكومات. هذا يعني بان نحن اليوم اذا سافرنا في اي مكان في العالم، هل العالم يستطيع ان يميز الشخص الذي ياتي من قطر، من البحرين، من الكويت، من منطقه الخليج بنجوميه معينه، بمعرفه معينه في جانب معين، ام يعني سيكون دائما الذي يذكرونه به الصحراء ومنطقه الخليج العربي وان فيها بعض الحروب وفيها بعض المشاكل وما شابه ذلك. هنا ياتي الطاقه الشبابيه في تفجير طاقاتهم في كيفية توصيل ثقافتهم إلى العالم، هذا نعم. من الناحية الثقافية. يعني سيد فهد، ما رأيك يعني عن مشاركة الشباب في المجال السياسي؟ هل يكترث بالفعل ويتابع الشباب الخليجي بالفعل ما يدور حوله من أحداث خاصة على الجانب السياسي؟ أعتقد أن الشباب الخليجي متابع جدا ويعي تماما ما يحدث، بل ويعي حتى النتائج التي آلت إليها بعض نتائج عدم الاستقرار ونتائج الخلافات التي تراجعت معها برامج التنمية، وخصوصا ما يتعلق بالشباب الكثير. أعتقد اليوم أن مشاركة الشباب الخليجي في الحياة السياسية من الأمور الهامة جدا التي أعتقد أن دول الخليج أيضا تضعها في أساس منظومة إصلاحها السياسي، وأعتقد أن دور الشباب يجب أن لا يكون مجرد لافتات، بقدر أيضا ما يكون أن يقوم الشباب بدوره في ما يتعلق بالعمل المجتمعي وما يتعلق بدوره. لكن ما الذي جرى في يعني في الجانب السياسي وإشراك أيضا الشباب الخليجي يعني في هذا الجانب سيد فهد؟ أنا أعتقد إذا لاحظت معي ولاحظ الضيوف الكرام والمشاهدين أن قمة الخليج في الكويت كان فيها
تركيز كبير من خلال الإشارة إلى دور الشباب. أعتقد أنه كان فيه جانب مهم جداً، وهو لأول مرة، لا أريد أن أتحدث في هذا البرنامج عن أمنيات ولا عن أحلام ولا حتى عن أمنيات 2014 كما نتناول موضوع الأبراج أو موضوع الطوالع، بقدر ما أتحدث عن برامج حقيقية يجب أن يفعل دورها. قمة الخليج طرحت موضوع مبادرة الشباب الخليجي، طرحت برنامج للأعمال التطوعية للشباب الخليجي مثل الكنيديان بيس كول، طرحت برامج فيما يتعلق بالجوائز وتحفيز الإبداع والابتكار داخل الشباب، طرحت أيضا موضوعات فيما يتعلق بأهمية مشاركة الشباب في موضوعات الحوار. ودعني هنا أذكر أنه أنا وقفت وكنت مشارك في برنامج الحوار في برنامج حوار الشباب الذي كان منبثق من مبادرة خادم الحرمين في حوار أتباع الأديان. ذهبنا إلى مجموعة من الدول، 10 دول، كان هناك برامج وفعاليات، كان هناك أيضا نقل معارف. أعتقد اليوم أن الشباب الخليجي يجب أن لا يكون أسير لنظرة تقليدية. أنا أخالف ضيفك في الاستوديو الذي يقول أن الغرب لا يعرف عنا إلا الصحراء. أعتقد أن هذا جيل مضى، ورأينا الغرب وعشنا فيه، ورأينا اليوم أنه يعرف حقيقة أن لدينا ما نقدمه، ولكن للأسف أن برامج التنمية في منطقتنا لا تزال للأسف تتعارض مع بعض الأهداف الكلية التي يجب أن يكون الشباب اليوم من الأساس المشارك فيه. نعم، دعني أنتقل بهذه النقطة إلى الدكتور سيف. يعني دكتور سيف، أنت عضو في هيئة تدريس بجامعة الإمارات، هل بالفعل هذه البرامج المنبثقة عن دول مجلس التعاون ككل أو حتى في داخل دولة الإمارات، هل توافق تطلعات وطموح الشباب وأنت قريب من الشباب في جامعة الإمارات؟ مساء الخير جميعا. صراحة أنا لما كلمونا عن الشباب كنت أتوقع أن يتكلمون عن طلبة أكثر منا إحنا، لكن فعلا البرامج كثيرة والتوجه الطلبة لها مشاركتهم عالية كذلك، لكن تختلف النظرة بين دخول الطالب للجامعة وخروج منها. لما يدخل الطالب للجامعة يكون هدف التخرج والحصول على الوظيفة والبيت والتأسيس عائلة إلى آخره، لكن لما يوصل للسنة الثالثة أو السنة الرابعة قبل التخرج يشوف أن في تطور في الفكر للطالب والطالبة كذلك، يعني تتغير يعني الأولويات، يختلف في بالضبط. يعني كثير من الطلبة، وأنا أنا جدا متفائل مثل الأخ علي، يعني الأخ علي دائما يجينا الجامعة في الندوات اللي نعملها، عندنا شباب منتج، شباب مبدع، وشباب واعي للأحداث. طيب يعني دكتور سيف، يعني عن أولويات الشباب، يعني إذا تغيرت كيف يمكن أن نضعها بالترتيب حسب رؤيتك أيضا واقترابك من هؤلاء الطلبة في المرحلة الجامعية؟ كيف تتغير؟ مثل ما قلت لك، أول يعني بداية الدراسة الجامعية يدخل الطالب يقول أبغى أتزوج، أسس بيت، تعرف أعيش حياة مرتاحة إلى آخره. لكن لما توصل في السنين الأخيرة للدراسة أشوف أن منظورة تغير بطريقة إيجابية جدا، فيقول أبغي أغير شيء في الدولة، أبغي أخترع شيء، أبغي أطور شيء ما مش موجود، شفت شيء موجود في دولة أخرى مش موجود عندنا، أبغي أطبقه. وأنا جدا متفائل من هالناحية، يعني لأن معظم الطلبة اللي أنا أشوفهم على وجه التخرج أو تخرجوا شباب مبدع، ذكور كانوا أو إناث. طيب علي، يعني كيف تنظر لمثل هذا الطموح؟ كيف تنظر للعقبات اللي تواجه مثل هذا الطموح؟ هل بالفعل يعني المؤسسات تدعم مثل هذا التوجه للشباب في المرحلة الجامعية واللي تتغير أولوياتهم كما يرى الدكتور سيف؟
أنا أؤمن بأن هناك طبعا في توجيه إيجابي موجود في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة. الطلبة أو الشباب بشكل عام اليوم في مؤسسات كثيرة مجتمعية تحتضن هؤلاء الشباب وتعطيهم التوجيه المعين، لكن قد يكون هناك تجارب بسيطة، التجارب ليست كثيرة حتى كل الشباب يستطيع أن يقول مثلا أن أنا دخلت في هذا المجال أو شخص آخر دخل في هذا المجال وأنا أجد نفسي في هذا الأمر في نفس الوقت. تسليط الضوء على التجارب الكثيرة اللي موجودة الآن عندنا في منطقة الخليج قد تكون محدودة، أو قد تكون في نفس الوقت أن الناس ما طلعت عليها بالشكل الإيجابي. يعني دائما أتذكر في السنين اللي سبقت لما أخذت تخصص الفندقة والسياحة، من كان يصدق بأن في 1997 سيكون طالب أنه يدخل في هذا المجال عنده رؤية بأن ستكون مثلا دولة الإمارات فيها الجانب السياحي جدا ممتاز وكبير؟ هل هذا يعني اليوم بأن الشاب اللي موجود في دولة أخرى قريبة منه لا يستطيع أن يدخل في هذا الطموح؟ يستطيع، لكن هنالك أكثر من جانب لابد أن يعطي. يعني هل ترى أنه يجب أن يكون في الجانب التوجيه أكبر ولا يترك المسألة فردية للطالب؟ أي طبعا، هي تبدأ من المنزل، لابد أن الأب الأم يكونوا مطلعين على ما يعني رؤية كل إنسان للمنطقة، لازم يكون عنده بعد نظر لمدة 5 سنين 10 سنين، ماذا يعني شو اللي راح يصير في هذه المنطقة. من هنا تبدأ هي مسؤولية الشخص أنه يبدأ يعني يبني الطموح ويبدأ يفكر شو اللي ممكن أنه يحققه في المستقبل. محدودية الشباب في فكرة الماتريالستك، يعني يقول لك أمور مادية، يفكر بالسيارة. أغلب الحكومات الخليجية تدفع بشكل جدا ممتاز لموظفينها اللي يشتغلون في مؤسسات حكومية، فيستطيع أن يأخذ له سيارة جدا ممتازة، يحصل على المنزل وغيره. ماذا عن إرادتك أنت الشخصية؟ ماذا تريد أن تغير في المجتمع؟ كيف تريد أن العالم ينظر لك أنت شخصيا؟ هنا أعتقد مسؤولية الإعلام، مسؤولية المؤسسات جميعها أنها تبدأ تسلط الضوء أكثر على هذه التجربة، حتى يكون هنالك في ما أريد أقول نخبة، ولكن أقول مجموعة كبيرة من الشباب الذي عنده تطلعات ليس فقط على صعيد المحلي ولكن العالمي، أن يكون الاسم معروف لدى الجميع وأنك أنت تقدم شيء إيجابي للبشرية بشكل عام. أستاذ فهد، يعني فيما يتعلق بأيضا التجارب، وجدنا أن الشباب السعودي بشكل كبير وأيضا خليجي يميل للتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كثير من التجارب الناجحة للشباب حتى لو في المجال يعني الإنتاج الإعلامي أو الفكاهي أو حتى النقد البناء في المجال التواصل الاجتماعي أبدعوا، ولكن لم يجدوا الفرصة في المجال الحكومي. يعني كيف تنظر لهذا الجانب؟ أنا أعتقد اليوم لا يوجد حديث عن إعلام أو مؤسسات إعلامية حكومية بالمفهوم الكامل. أعتقد اليوم أن مؤسسات إعلامية كثيرة، صحف ومجلات، أبوابها مفتوحة ومتاحة، بما فيها أيضا المؤسسات التي قد توصف بأنها رسمية لدى البعض. أعتقد أن اليوم طبيعة الإعلام الجديد له منصاته المختلفة، لا يجب أن نتحدث اليوم أننا يجب أن ننقل هذا المحتوى إلى هذه الوسيلة أو تلك. هناك أكثر من وسيلة إعلامية لها طبيعة ولها أيضا جمهور ولها متابعين، وأعتقد أن منصات الإعلام الجديد طرحت لنا فكر شبابي جديد في منطقة الخليج، طرحت لنا رؤى وطرحت لنا، وأعتقد أنها أثرت حتى بشكل مباشر أو غير مباشر حتى على المؤسسات الإعلامية التقليدية. لأن لكن يعني سيد فهد، لم يتم استقطاب لم يتم استقطاب أي من هذه التجارب يعني المبدعة في يعني مواقع التواصل الاجتماعي في أي من المؤسسات؟ يعني ألا يمكن إشراك مثل هذه التجارب في المؤسسات التقليدية إن شئت؟ لا، أنا أخالفك الرأي. الواقع أنه عدد من الكتاب الذين انطلقوا في الإعلام الجديد هم الآن موجودين في المؤسسات الإعلامية التقليدية. أعتقد حتى برامج كلنا يعرفها في حتى ظهرت في اليوتيوب، أو حتى مجرد برامج في أو حتى مجرد مواقع في الإنترنت استقطبت من قبل بعض المؤسسات الإعلامية. أعتقد اليوم مع هذا الكم الهائل، مع يقيني أيضا ومعرفتي الشخصية بأن عدد ممن يقدمون البرامج أو يقدمون جاءتهم عروض بشكل أو بآخر من مؤسسات إعلامية، أعتقد أنه الحديث بالقطع بأنه لا يوجد أو أنهم مقصيون، هذا حديث أعتقد أنه لا. دعني أنتقل لا يعكس الواقع كما هو بهذه النقطة. يعني إلى سيد علي، يعني أنت لك تجربة أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي، ربما تنقلت بالفكرة إلى عدد من المؤسسات، يعني كيف
يعني تنقل لنا هذه التجربة؟ وانا اؤمن يعني الاستاذ طبعا يعني كلامه سليم ان هناك كثير من التجارب الموجوده التي ليس من الضروره ان يتم فقط اقصائها، لكن احنا هنا نتحدث عن التجربه التي قد نجحت في اليوتيوب او غيرها من التجارب الاخرى. هنا ما نتحدث عن المؤسسات اذا كانت هي منظومه حكوميه موجوده او منظومه خاصه في كل الدول الخليجيه. انا اؤمن بشكل شخصي يعني ان لابد ان يكون هناك دعم من جميع الجهات الحكوميه لهذه المواهب، حتى انا دائما اطالب بوجود وزاره ابداع في كل دوله خليجيه حتى نستطيع ان يكون عندنا نجوم. هؤلاء النجوم اليوم لو نعطي سؤال لاي شخص نقول له قل لي اسم شخص من امريكا على سبيل المثال، لن يذكر لك اسماء الرؤساء، راح يقول لك اسماء النجوم الذين عرفناهم في جميع المجالات. اليوم هذه النظره اللي احنا نتمناها بان في الجانب الفني، يعني تقصد في كل شيء، في الجانب الفني الرياضي الثقافي السياحي، ان يكون هنالك رموز موجوده. لكن موجود عندنا يعني رموز في بعض البلدان الخليجيه وتتفاوت نسبهم من دولة لأخرى 100%، ولكن هنا نتكلم نحن أن هل هؤلاء النجوم اليوم الذين نحن نعرفهم سواء كانوا في اليوتيوب أو غيرها من المؤسسات، هل ظهرت بالطريقة اللي المفروض تظهر عليها في جميع يعني في جميع شو اللي ينقص أن يكون هذا الموضوع واضح في وجهة نظرك؟ يكون في يمكن إيمان قاطع وثقة بالكوادر الموجودة المحلية، وهذا موجود. نعم. ما نقول أنه مش موجود، هو موجود، ولكن لابد أن يتبع بطريقة مثل ما هو يعامل في جميع الجهات الحكومية، أن هناك يكون في بعض الكوادر الموجودة، يكون أيضا من الكوادر الموجودة عن طريق اليوتيوب والسوشيال ميديا أيضا تأخذ مجالها في المؤسسات الأخرى. دكتور سيف، يعني من بين القضايا اللي دائما تطرح في الشأن الخليجي إذا ما تحدثنا عن الشباب، الجانب التعليمي وأيضا تطابق مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. يعني الكثير من الأكاديميين يعني ينتقدون سوق العمل ويرون أن الجامعات توفر بالفعل طالب مؤهل للعمل، بينما المؤسسات ترى أن الطالب يصل إلى مرحلة العمل وهو غير مؤهل. يعني ما رأيك في هذا الجانب؟ بس ملاحظة قبل ما أجاوب على سؤالك في التوجيه، توجيه الشاب قبل المفروض التوجيه يكون قبل حتى المرحلة الجامعية. في المفروض التوجيه يبدأ من المدرسة ومن البيت مثل ما قال الأخ علي، بس التوجيه المفروض يكون يعتمد على شو هي مهارات الطالب أو الطفل أو الشاب، مش بس تعرف مثل النظام السائد عندنا يا أما مهندس يا أما دكتور مثلا. انت اذا ما طلعت مهندس او دكتور انت لا، يعني يصل الى الجامعه على سبيل المثال ويختار مثلا تخصص الاعلام وعنده مثلا مشكله في نطق الحروف ويتم يعني يدخل ويقضي الخمس سنوات ولا احد ينتبه، ثم يصل الى المؤسسه ويجد هذه مشكله. يعني حتى في الجامعه هناك مشكله في التوجيه دكتور سيف. صحيح صحيح، والتوجيه مثل ما اقول لك يعني حتى جزء احنا يعني ما نلوم مؤسسة من المؤسسات الوحدة، هي اعتقد الهاجس موجود في كل هاي المؤسسات لتخريج طالب او شخص منتج ومفيد لبلده. لكن لما تمسك هاي المشاكل من البداية، يا اخي انت شو ما انت تحب ترسم يا اخي اتجه للفنون، انت تحب الكترونيات اتجه هندسة الكترونية، لكن ما يقول انت تحب الرسم لا لازم تطلع محامي. هني تتكون المشكلة، وهي تأثير البيت تأثير الأصحاب. إحنا جزء من الطلبة اللي عدنا، أنا هذا السؤال دائما عندي، ليش تخصصتوا التخصص الفلاني؟ وعدنا تخصصات مثل السوق ترتفع سيزنال، يعني ترتفع أحيانا وتنزل أحيانا أخرى، فتسأل ليش شو الأسباب اللي تجعل التخصص يعني يرتفع يعني خلال فترة معينة وينخفض خلال أخرى؟ معظم الطلبة يقول لك والله لأن أصحابي دخلوا، فتأثير الأصحاب أكثر من تأثير في الجامعة من تأثير أعضاء هيئة التدريس مثلا على الطالب نفسه. المشكلة الثانية يعني أنت نرجع لسؤالك عن مخرجات التعليم عندنا كجامعات، وانا كوني العميد المساعد لشؤون التنميه المهنيه في كليه الاداره والاقتصاد، اقدر اعطيك المنظور من 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 خلال عملي انا. نعم. احنا ندرب، احنا عندنا 3000 وتقريبا 3500 طالب وطالبه في الكليه، وندرب بما يعادل 180 ل 200 طالب وطالبه كل فصل.
من جميع الجنسيات، يعني الأغلبية طبعا مواطنين لكن عدنا من جميع الجنسيات. إحصائيا 60% من الطلبة والطالبات يعرض عليهم عمل من خلال التدريب العملي حتى قبل ما يتخرج ويقدم على الوظيفة، 60% من الطلبة. فأنا أعتقد أن النقاش أن مخرجات التعليم شيء، لكن نسب البطالة يعني في الإمارات وتقريبا السعودية متقاربة. يعني أنتقل بهذه النقطة، يعني 13% إليك سيد فهد، يعني النسب لا زالت يعني رغم كل البرامج التي عملت يعني لم تنخفض بشكل كبير، لماذا في رأيك؟ يعني رغم أيضا برامج مثل التوطين في الإمارات، السعودة في السعودية، وأيضا الحملة على المخالفين، ربما لم تفسح المجال لوظائف أكبر في السعودية، لماذا في رأيك؟ دعني أتحدث من جانبين. ما ذكره الأخ جانب مهم جدا، وهو للأسف أننا في منطقة الخليج ولسنا أيضا نسيج وحدنا عن النسيج العربي أو حتى عن الدول التي لم تتشكل فيها البناء المؤسساتي بشكل مجتمعي متكامل. توجد لدينا مشكلة في بناء شخصية الطفل، ولذلك حينما ينمو هذا الطفل ويكبر ويبدأ يتفاعل مع محيطه الاجتماعي، هو لا يملك الآليات ولا يملك أيضا الحرية الكافية للتعرف على مهاراته وعلى خياراته، ولذلك تجد أنه يعلب ثم يزج به في أي كلية كما قال الأخ، لأن سوق العمل كما سمع من صديقه أو حتى كما أشيع أو أعلن يتجه إليه. أعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية في بناء شخصية، سواء شخصية الشاب أو الفتاة التي تحدد خياراتها مبكرا وتعرف هواياتها وتعرف مهاراتها، ثم يبنى على ذلك أيضا قرار مساره الدراسي ثم المهني. الجانب الذي ذكرته فيما يتعلق بالتوطين والنسب المنخفضة، أعتقد هي مشكلة مركبة لا يمكن أن يتحملها الشاب أو حتى تتحملها مؤسسة حكومية منفردة. هناك مشكلة لها اليوم مسارين، وأعتقد لا بد أن يتوازوا بشكل متكامل، وهي جهود حكومية كما نشاهد الآن في السعودية والإمارات أو حتى كثير من دول الخليج من ناحية إصلاحات الاختلالات الموجودة في هيكل سوق العمل. وأيضا هناك جانب مهم جدا، وهو أيضا يجب أن نطلق لهذا الشاب وتلك الفتاة أيضا البيئة والمناخ والتنظيم والتشريعات والتشجيع الذي يشجع أن يكون مبادر ورائد أعمال. أعتقد اليوم لو قرأنا في أيضا في هذه الاقتصاديات التي سبقتنا منذ عام 1987 وحتى 2010، لم تبني الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية شركات مثل جنرال موتورز أو مايكروسوفت أو حتى الشركات الكبرى. 87% من الوظائف بين هذين التاريخين بناها المبادرون وأصحاب الأعمال والأعمال الصغيرة التي عادة ما تكون مبادرات من شباب يعني أصحاب لا زالت بيئة. إذن أصحاب المبادرات يعني هي تخلق النجاحات خلال المرحلة المقبلة، يعني المبادرات نعم الصغيرة. نعم أنتقل بهذه النقطة إذا سمحت لي سيد فهد. إذا أذنت لي بس أن أضيف جانب مهم، يجب أن يتحول الشاب الخليجي في داخله أيضا إلى أن يكون باحث عن فرصة تجعله صانع وظائف وليس مجرد طالب وظائف من الحكومة أو القطاع الخاص. نعم، أن تجعل يعني الطالب أو الشاب الخليجي باحث عن الفرصة. لكن علي، الكثير من الفعاليات الثقافية الفنية يعني متعددة في دول الخليج، نجد أن الشاب الخليجي غائب عنها، حتى الشاب الجامعي، ولا يستفيد من خلق فرص من خلال التواجد في مثل هذه الفعاليات الضخمة، لماذا؟ والله ما أعتقد أن هو التقصير فقط على الشاب أو على جهة معينة. نتفق أيضا مع الأستاذ فهد أن لابد أن يكتشف ذاته ويكتشف هذه الفرصة وأن يخلق لها يعني فرصة لنفسه حتى أن يجد نفسه فيها. مرة أخرى، هل الشخص هذا عنده مطلع على كل ما هو موجود من السبل التي ممكن أن يستفيد منها؟ الجانب الثقافي اللي عندنا منطقة الخليج، لو أخذنا على سبيل المثال بحكم قربنا، أن خلال سنتين ثلاث سنوات سابقة يعني مضى ما شاء الله عندنا نسبة الكتاب كثرت عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح في كثير من الكتب التي تم نشرها، كثرت دور النشر أيضا في نفس الوقت. هذه الآن مثل ما تقول يعني حقبة جديدة على الناس، راح يكون في نوع من التصفية يوما تطور يعني تطور.
تتطور، وراح يكون في أمثلة للجيل الجديد. شيء لازم احنا ما ننسى ان اليوم الوطن العربي او العالم العربي كله ما شاء الله تبارك الله اكثر يعني نسبة العالم من الشباب يأتون من العالم العربي. اليوم في مسؤولية كبيرة تجاه كل الحكومات اللي في البلدان العربية وبالتحديد الدول الخليجية أن تهتم كثيرا بجيل الشباب، وأنا على يقين بأن هناك اهتمام كبير، لكن الآن لابد أن نصل إلى كل هؤلاء الشباب ونحاول بقدر استطاعة. إذا اليوم احنا سوينا مهرجان ثقافي حضروا 50 يكون عندنا إيمان أن بكرة راح يحضرون إن شاء الله 100، ودائما نحاول بقدر استطاعة أن أفرق ما بين أن أضع دولتي وأضع هذا المهرجان في الخريطة العالمية، أن أجعله أولاً يعكس على المنطقة نفسها، وأن الناس تبدأ يعني تستفيد منه. وهذا هنا يأتي طبعاً دعوة لجميع الشباب، من أراد أن يتميز، من أراد أن فعلاً أن يعطي إلى بلده ويعطي إلى وطنه ويعطي إلى هويته، لابد أن يبدأ يبحث عن الشيء الذي فعلاً يستطيع أن يتميز فيه، وهذا طبعاً واجب على الجميع، ليس فقط يعني مسؤولية على جهة معينة. نعم. كيف دكتور سيف يعني يمكن للجامعة أن تقوم بهذا الدور، أو حتى المراحل التأسيسية في التعليم أن يكون لها بالفعل دور في خلق شخصية ناجحة للشاب؟ بس بعد ملاحظة بسيطة، أنا ما كملت لك الإحصائيات. هو 60% ينعرض عليهم وظائف عمل، لكن 50% يقبلون بهالفرص و50% يرفضونها. لما تيجي تسألهم ليش رفضتوا الوظيفة، وهذا يرجع لقلة التوجيه والوعي، يقول لك بحصل مكان أحسن أو ما عجبني الأوفر. ويحصل مكان أحسن؟ يقول لك إنزين، ترى السؤال هل محصل مكان أحسن؟ يقول لك لا. يقول لك أقول له فإذا ليش ما تأخذ هالوظيفة وتدور مكان أحسن، مو مشكلة. يقول لك لا، أنا ليه ما حصل مكان أحسن ما بسير. فهاي يمكن يعني هذا الجامعة يعني الجامعة لا تتحمل مسؤولية. يعني بعض الجامعات ترى أن الطالب في المرحلة الجامعية يعني لا يمكن تلقينه وتوجيهه يعني بشكل دقيق. دكتور سيف، ما رأيك في هذا الجانب؟ احنا نحاول نوجههم بطرق معينه، لكن القرار الاخير يرجع للطالب. ها لا تنسى عدل 21 سنه، يعني هو اكثر رجل او امراه من طالب او طالبه تخرج، المفروض يكون عضو منتج في المجتمع. يعني نرجع لسؤالك بالنسبه للتوجيه الجامعي للطلبه. احنا نحاول يعني كليتنا وفي الجامعة ككل، يعني كان عندنا مثلا ندوة عن المشاركة السياسية للطلاب بالتعاون مع وزارة شؤون المجلس الوطني، وتقام كل سنة ويشارك فيها كل طلبة الجامعة من كل الكليات، ويشاركون الطلبة بأوراق عمل في المؤتمر كذلك. وعدنا من هاي يعني مؤتمرات بهاي الطريقة في كل التخصصات. يعني احنا عدنا مثلا، والأخ علي دائما يشاركنا في هذا الجانب، في ريادة الأعمال. احنا عدنا تخصص ريادة أعمال في الجامعة، وهذا يماشي كلام الدكتور الأخ فهد في هالموضوع. مهم جدا أن الواحد يقدر يخلق له، يدخل سوق العمل بطريقة مختلفة. ما ناخذ الـ نعم. الـ 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 الاتجاه الطبيعي وبتخرج بحصل وظيفة في نعم الحكومة. دعني أنتقل بهذه النقطة، عفوا المقاطعة دكتور سيف، يعني استطلاع للرأي. إذا ما تحدثنا أيضا حسب كلام دكتور سيف في مسألة الرضا أيضا والثقة بالنفس، يعني استطلاع أجراه مركز رؤية للدراسات الاجتماعية في السعودية سيد فهد أوضحت أن 81 من الشباب 81% من الشباب الجامعي السعودي راضي عن نفسه، و 4% فقط متشائم. هل تعكس يعني هذه الإحصائية الواقع في رأيك سيد فهد؟ أعتقد مثل هذه الدراسات هي دراسات مفصلة وتعكس أيضا أسئلة بحثية واضحة. أعتقد اليوم أن الشاب السعودي اليوم وهو يشاهد منظومة حزم تتجه إلى تنميته، أعتقد أنه يجب أن يكون لا أقول سعيد أو حزين، وإنما أقول متفاعل أو غير متفاعل. أعتقد اليوم كثير من الشباب السعودي وهو يشاهد إعادة هيكل سوق العمل من جديد، وهو يشاهد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وهو يشاهد هذه الفرص التي تتاح للشباب من خلال المشاركة الفاعلة في كثير من المؤسسات، أعتقد أنه سيحمل الأمل وسيحمل أيضا
فرصة في المستقبل يكون أكثر حضورا فيها. أعتقد لا يزال الشاب السعودي مثله مثل الشاب الخليجي لا يزال يتطلع إلى المزيد، ولكن للأمانة يجب أن نعترف كشباب خليجيين أننا أمام واقع، وهو أن الأمل لا يزال موجود، ولا يزال الأمل وبصيص الأمل والشيء الكثير في إصلاح كثير من منظوماتنا التربوية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية موجود، ولذلك يجب اليوم أن نكون أكثر حفاظا على استقرار بلداننا، وأكثر أيضا معرفة بتحدياتنا وواقعنا، لأننا اليوم لا أقول أننا مستهدفون فقط، وإنما أيضا نحن الآن أمام واقع مضطرب في المنطقة بأكملها. نعم، سؤالي الأخير إليك علي، يعني تطلعات وعام مقبل، والكثير من الشباب الآن يتابعنا، يعني كيف يمكن للشباب أن يحصر الطموح وأيضا يضع خطوات أفضل لمستقبل أفضل خلال العام المقبل والسنوات المقبلة؟ المنطقة تمر بفترات تكون صعبة على الجميع، ويعني الجانب السياسي دائما ما يؤثر بشكل كبير، فهذه دعوة إلى الجميع بأن لا نتأثر بكل ما يحدث، ونحاول أن نعكس هذا التأثر السلبي على طموحاتنا وآمالنا. كل قيادة موجودة في دول الخليج العربي بالإضافة للدول العربية يعني لها اختصاصها في مجال السياسي والاقتصادي، ونحن ممكن نشارك بالإيجابية، ما نتأثر بأي شيء ممكن يكون سلبي علينا، فلا بد أن نكون طموحين. ما يجي واحد يقول والله المنطقة هذه دائما فيها مشاكل أو فيها بعض المصايب فأنا خلاص راح أكون أيضا سلبي، بالعكس كل أوطان وكل دول خليجية محتاجة إلى شعوبها خاصة في الفترة هذه. فلذلك أنا أعتقد أن لكل يعني لكل واحد منا لابد أن يكون متفائل، ينظر إلى سنة 2014 بإذن الله تعالى تكون فال خير على الجميع، وأن الجوانب كلها من الناحية السياسية الاقتصادية السياحية الثقافية الاجتماعية المسؤولية المجتمعية اللي تمر على كل واحد لابد أن يكون متفائل فيها، القادم أفضل بإذن الله. أشكرك تعالى. أشكرك الأستاذ علي آل سلوم، المستشار الثقافي ومؤسس موقع اسأل علي، شكرا جزيلا لك انضمامك لنا هنا في الاستوديو، وأيضا كل الشكر للدكتور سيف الشعالي عضو هيئة تدريس في جامعة الإمارات شاركنا في الحوار من دبي، وأيضا كل الشكر للأستاذ فادي العجنان نائب رئيس جريدة الجزيرة شاركنا في هذا الحوار من الرياض، شكرا جزيلا لكم مشاركتنا حوار المساء. وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج المساء، يمكن لمن فاتته حوارات المساء العودة إليها على موقعنا skynewsarabia.com/المساء. موعدنا يتجدد غدا في الخامسة بتوقيت غرينتش، التاسعة بتوقيت أبوظبي. إلى اللقاء.